الرسائل كلها. قال يقول خو عزي يتكلم بدون اعتقام. قال يقول خو عزي يتكلم بدون اعتقام ولا تكلمت من واقع فلا شيء ملام. يا ابن الكهالي محمد يا هيامي هيام اسواقكم فارقه واسواقنا بازدحام وانتم في بيوع واحنا في نعم وانت عام وانتم في برد واحنا فوق ريش النعام فوق لحالكم بتهاجمون النظام. لا حلو عليك السياسه هو. قال الكهالي محمد يا سلامي سلام سلام للشاب والشيبه اللي معلكام يا قلب خو عزي يتكلم بخير الكلام. وحد من السياسة لو تبى الاحترام شوف كل جابر بعسته وانت فهم تمام بحذرك وانت احذر قبل ظهر تنام احذر من السم ليد السوه لك بالطعام ما دام بالجسم عادة ما بلق على العظام نحن رعونا حيثنا ما نحط البهام بصار علي لما يعرفوني تمام ما شي بليها قديه يا ضعيف المقام بعثوا الجمل واتبونا بالبيع الخطام طاب قال ابن الكهالي كلامك شق قلبي تمام قال ابن الكهالي كلامك شق قلبي تمام ريتك تراجع بتقولك ذي تصرف قرام اسرح علينا بحلمه ومرياقه بالنام ما بتوحد معالي ما عرف بالحرام ولا عرف في صلاتك كيف يوم صيام بعيد صنعاء بعيده من صحابي شباب قال الكهالي محمد باب ما بهم الكلام والكذب مكشوف والشمس هتزيل القيام شريعه الدين في دستورنا والنظام ودين الاسلام فيه الحكم والاحتكام ولا لنا رب غير الله رب الانام ما هالعداوة كذا بيحاربون الان رد الحلم عكس لهم في قفص الاتهام ريتك تراجع بتولك ذي مشاب الظلام وانتو كم البوش بعدها راس راحه حياه مسكن على الطين اللي صلح بها اربع سنين بعد الاربع سمام وش الاربع الجزر اللي شال السعودي على الشمال زمان على عبد الله حنيش شو هذا لا لا غير من قبل شروره ما ادري دخل خو عزي قال يقول خو عزي تعبني كلام غرام قال يقول خو عزي تعبني كلام غرام دي وكل ما صرت صلح في طريقي نظام حلفت ما ساير الكاذب على ما يرام لو تعلق الارض او يتنكسين من الكام يا ابن الكهالي يرعوا رحنا رجال من صدام رحنا رجال من معارك ذي بتزحم زحام ما عاصي الله وحنا لك سهل استقام عادنا بنداوي ذي براس ازقام الله الله قال الجهل يا ذاك ورث بيننا الانقسام الكهالي قال الجهل يا ذاك ورث بيننا الانقسام وذي يبلقي الحشفة ينتبه للولام لا تعجبك شي رصاص الآن جيب الحزام شوف عادك باه تتصرف بها يا غلام ما وحدت الشعب شوف ما عذر وفهم تمام ما هل تديسن ولا باه تجيب الخصام والثانية للحروب اليوم صاروا خسام ما بندقك علقه داخل ضياع حمر خام كودة تسيم مثل اللي سويت من قبل عام كلنا نجرب وبعد شهد فروق الحمام الله الله هذا اللي وقع بينهم وشعر اللي عجبني وقع بين يحيى محمد الفردي حافظي شيء بين يحيى محمد الفردي والقم محمد عبد الله بليبك بليبك الجم الشعر ويروح والله نفس الشيء اللي بليبك شواء لا خلاره لا الفردي ويدعو وهم يشعروا ويحيى محمد العري محمد على الشاعر معنى الكلمة وعبد رب حياة ثنا صالح الله يرحمه قمان الله يرحمه قالوا البني بكدعونا القمح وين محمد عبد الله نعاونه وقبلونا هالفردة اسمعوا ايش بيقولوا ولا بحث سر ويدعوا القمح قالوا وين انتهى البني بك منين هو القمح من البني بك من البني بك بيت المشهر من الله من رباه من الفردة ايه ويدعوه من رقبان يحيى محمد وعلى وثنا كلهم من رقبان ويبدوا ويدعوه ويبدوا ان اللعبة بالمفرش بعام يمكن 84 او 83 والشواعه من البنيبك والحريمه من الفرده دق بدر انهم يشعروا قالوا بيه على البنيبك على الفرده وش بيقولوا بدا القمع وشاعر صراحه معنى الكلمه القمع ويبيونهم بالعبين بالمفرش ويحيى محمد ومثلنا بالمفرش وهو خلوه بالباب قالوا ممنوع تدخل تسمع القافيه وقيت قافيه البنيبك والفرده هم نفس الشيء تسمع الحرف القمع هذا محمد عبد الله دينيش من هالدينيش قال سلامين مني كل عالي زنه نه قال سلامين مني كل عالي زنه سلام لا شمط واديكم لما يدفنه ما يمسي السيل وصبح يبتر عباطنا ونه دخل يحيى قال يا مرحبا بالتيوس الكابر المقرنه قال يا مرحبا بالتيوس الكابر المقرنه ما يحملون البواخر وقبل الشاحنه كلفتني ارد لك على الكلمه اللينه ولا ارعبني يا البكرين من بننه دخل القمع قال يا صاحب البن عقلك لا يخوض رزنه يا صاحب البن عقلك لا يخوض رزنه رعنا اشتريناه ليلة قلت لك ثمن حقك خذه لك وحق الناس لا تسأله الله الله أعمار الحليوة النار وحقك ما شاء الله بقى منه دخل يحيى قال يا ذي بتسمع كلامي بالقلم دونه وفي واحد بيسجل على الباب من هالبليبة ويسجل اللعبة والشعر قال يا ذي بتسمع كلامي يحيى محمد يا ذي بتسمع كلامي بالقلم دونه دون. المال عنده حراسة بيسره ويمنه وصاحبه قال لا يبيعه ولا يرهنه دخل القمع وهم قال بيشعروا من باب البرع وهو على الباب ما رضي يدخلون قال ابن عبد الله احمد جيت عاني عنه عمه قال ابن عبد الله احمد جيت عاني عنه لا شارحين العنب خلوني اعينه ولا اطرحوني قال لكم خير حي بحسنه قاعد بالباب دخل يحيى قال يا مرحبا قال يحيى يمتلي موطنه طنه
قال يا مرحبا قال يحيى انت لي موطن حتى ولا انت تاخذ لك عندنا صا من حل عين والراس لكم بنت كمنه الله هلا دخل القمع قال قال قولوا لي يحيى معسخا العنب داحنه ويسيف به يوم قال البندقاء أمنه باوي بنيبك سقاها بقعة البينة عند الهالي ذي غفار ربي عليه الكلة يحيى محمد عنها يروح القمع يوم قال لك كلام دخل يحيى قال من قال لك روح قدام الجميع العنة قال من قال لك روح قدام الجميع العنة ما بك سقى تقبل الوادي ولا تبطنه ولا لبصيت تدعي لها وهي آمنة ولا هي ما على المعركة صاحنة هذا الكلام له دخل القمع قال ما لا مكاني على ذهر يتكون في ذنه وعلى ما خلاه يدخل قال ما له مكاني على ذهر يتكون في ذنه على الباب لا بلدي مثلي ولا كونه يا ذحقارك ترجم لي بهن من عنا قال دخل مثلنا صالح قال دخل مثلنا قارعوني كل ما ألفت واحد الشلت واحد علي والله يرحمه مثلنا صالح كان شاعر بس انه لازم يفتن بغض الجواب العسر كان قال ادخل قال يقول ابو صالح الجيران متراكنه هذا مثلنا صالح قال يقول ابو صالح الجيران متراكنه والبكر يقبل بيضربنا ولا بلوهنا وعابنا من صويبه لولاه ما كنه لكن ونعمه بيخلص لا حدا دينا الله القمع قال ما دريت قال ربشني هو على القتول دي بيننا وبينهم بين القتول على خلينا من فتنه هذا القبيلي او عن نسوان او لا قال عجلني عجل مثل القصيده قال يقول ابو صالح الجيران متراكنه والبكر يقبل بيضربنا ولا بلوهنا وعابنا من صويبه لولاه ما كنه لكن ونعمه بيخلص لا حدا دينا دخل القمع قال المصنف على الاثنين يلا عنا قال المصنف على الاثنين يلا عن شوف المثل قال من عند السجل برهنه ولا السجل ذي معي علم لا بعلنه لكم شوفوا ابو صالح اللي تهمز منه قال ما تعرف على وجه الله قال دخل مثلنا صالح ثاني مره قال يا هاجسي هات لي حرفين متوازنه قال يا هاجسي هات لي حرفين متوازنه لا يخوفك راعد البكري ولا داقنه اللي جايه بايه يهدم المبنى على ساكنه دخل القمع قال يا هاجسي من طلب منك خبر طمنه قل له ان النصر واحمد بن نجاح اضمنه والحي دقه على راس العدو وطحنه والحري واحمد عباره شل عباره الحري ولا يا يحيى محمد انهم يتزاعلوا يحيى محمد شاعر صحيح انهم دخلوا بمهاتره قال يا صاحب المهر قم شده العاده سقنه الحري وحيكم عاشرهم قال يا صاحب المهر قم شده العاده سقنه وجانسي بعد ما زرع البلد حقنا قال يا صاحب المهر قم شده العاده سقنه وجانسي بعد ما زرع البلد حقنا لا قد دخيلك ببيتك مثل ثوبك صم الشق محمد معنا وانا دهنا سلام الله هنا.